مهما تعثر خصوم برشلونه لا يصلح ان يكون بطل الليجا، مش هنشتغل بعض، دي حقيقه كلنا عارفينها السنه دي. كنا بنقول ان احنا متقبلين ان احنا نخش الموسم ده ونطلع موسم صفري، بس مع الاسف الشديد لقينا في فتره من فترات ان الليجا بتنادي ويا جماعه هل من مستجيب؟ هل من مدير فني عارف يستغل تعثره اتلتيكو مدريد وريال مدريد؟ هل من فريق صلب وقادر ان هو يلعب في الماتشات الكبيره؟ هل من مدير فني بيقدم اي حاجه في الماتشات الكبيره؟ الاجابات دي كلها كانت اطلاقا، برشلونه لا يوجد فيه اي شخص يتحمل الضغط الا ليونيل ميسي. في مباراه الموسم المنتظر فيها برشلونه يكون فريق قوي في ملعبه بيدور على المكسب، برشلونه نازل الملعب مش فاهم هو عايز ايه، برشلونه نازل الملعب تقريبا بيلعب على الهجمات المرتده قدام اتلتيكو مدريد، لان برشلونه ما دورش على الاستحواذ، برشلونه ما دورش على فكره ان هو يفرض شخصيته على اتلتيكو، بالعكس تماما، كنا شايفين ان سيميوني محضر للماتش كويس قوي، 3 1 4 2، عايز تلعب على الاطراف ما عنديش اي مانع، حاطط لك كيرين تريبيه هنا وحاطط لك كمان يانيك كاراسكو هنا، وكاراسكو حرفيا كان بيعمل كل اللي هو عايزه في ناحيه مانجويزا وناحيه سيرجينو ديست، كان بياخدهم رايح جاي، غير بدري اللي كان تايه، غير اصابه بوسكيتس اللي احنا كنا بنقول بوسكيتس خلاص مات وبوسكيتس سيء جدا، بس لما بوسكيتس طلع ولقينا ان فرانك دي يونج مكان بوسكيتس ولقينا ان موريبا ترحل مكان فرانك دي يونج، لا نص الملعب راح خالص بعدها، نص الملعب في الضياع، شوط اول مش فاهمين حرفيا ايه اللي بيحصل، برشلونه تايه جوه الملعب، برشلونه مفيش اي جمله بتحصل، ميسي هو اللي بيقرر يعمل هجمه عن تريال لوحده في الدقيقه 39 وبياخد الملعب كله بالطول بالعرض علشان خاطر يثبت لزمايله ان والله يا جماعه ممكن نكسب اتلتيكو عادي جدا بدل الرجوع والتقهقر الاوفر اللي احنا عاملينه ده. بس مع ذلك ما كانش فيه، احنا داخلين شوط تاني اول حاجه بنعملها بننزل اروخو مكان مانجويزا، قال يعني يانيك كاراسكو كان بيتدلع هناك على حس مانجويزا بس، اللي هو ما كل اللي حوالين مانجويزا سيئين، بيكي سيء ومش شايف قدامه، لانجلي سيء ومش شايف قدامه، لدرجه ان اول كره في الشوط التاني لانجلي لو كان حرفيا شايف اروخو جاي وراه كنا ممكن نسجل الهدف الاول، كنا سيئين جدا وكنا ملناش وجود جوه الملعب، بس مع ذلك كان ممكن نكسب عادي. فرغم ان اتلتيكو مدريد كان شخصيه ورغم ان اتلتيكو سيطر بس الحظ كان ضده، اصابه توماس ليمار فرقت معاه جدا، نزول ساولي اللي ما كانش موجود لحد لحظه خروجه ونزول مكانه جندوبيا ما كانش موجود خالص، ساول يعني ساول حرفيا كان لاعب سالب بيلعبوك 10 ومع ذلك انت مش قادر تعمل اي حاجه، قاعدين نلعب في عرضيات وناسين ان احنا ما عندناش 9 ما عندناش مهاجم صندوق يقدر ان هو يستغل الكور دي. موريبا ضيع واحده في بدايه الشوط الثاني، كان في حاجات كده بتقول ان احنا ممكن نسجل، بس يا جماعه احنا بنلعب عرضيات كتير ليه؟ فهمونا. طب ما عندناش فرد بنلعب عرضيات ليه؟ ما هو بالعقل. طيب يعني الكوره مش كيمياء، انت بتلعب عرضيات ليه وعندك ميسي قصير وعندك انطوان جريزمان قصير؟ هتستنى ان كل كوره يجي لك اروخو من تحت او يجي لك بيكي من تحت او لانجلي من تحت علشان خاطر تلعب عرضيات؟ يا جماعه احنا ما ينفعش نكون ابطال ليجا، يا جماعه شكرا كومان ان هو وصلنا للمكان ده، بس شكرا برضو كومان، الراجل ده مش هيقدر يفيد الفريق في اي حاجه، الراجل ده فاشل تماما في الماتشات الكبيره، مش بيعرف يحضر ماتشات، سيميوني حرفيا عارف انت هتعمل ايه وعارف تغييراتك من بره هتكون عامله ازاي، واحنا طبعا كنا عارفين ان هو هينزل سيرجيو روبرتو وكنا عارفين كمان انه هينزل عثمان ديمبلي الشوط الثاني، بس كنا قاعدين نسال هو احنا فعلا هنتطور ونتحول خلاص نهاجم ونقلب الطريقه خلاص اي طريقه تانية بدل 5-3-2 اللي احنا بنلعبها، علشان واضح ان احنا مفيش بجد خالص، يعني احنا واضح ان احنا كان نص الملعب ضايع مننا، خط هجومنا مش عارف يتمركز على حته ان احنا نلعب جولات المرتده، خط دفاعنا مش عارف يسد قدام كراسكو على فكره اللي لولا ان هو بيتدلع كان ممكن تلاقي ان اتلتيكو مدريد طلع كسبان عادي، بس علشان خاطر احنا كلنا بنتدلع ونعمل اللي احنا عايزينه والشيخ زيدان هو اللي في الاخر يجي ياخد الكعكه كلها وياخد التورته. في لحظه من اللحظات كنت بتمنى ان اتلتيكو مدريد يجيب هدف علشان خاطر يبعد عن ريال مدريد، علشان ريال مدريد لو كسب ماتشين يبقى فرق نقطه واحده فالريال ممكن يتعثر، انما احساس ان برشلونه ممكن يسجل ما كانش موجود عندي في اي لحظه من اللحظات، بس اللحظه اللي جت فيها فاول ميسي كنت بتمنى ان هي دي اللي تكسبنا المباراه، ميسي يكسبنا تمام بس نكسب، بس مع الاسف اوبلاك كالعاده تصدلها علشان خاطر اوبلاك بيطلع كورتين صعبين جدا من ناحيه تير شتيجن كان عمال يشيل الشوط الاول عشان هما الاثنين يستحقوا ان هما يكونوا نجوم المباراه ويستحقوا ان هما في الاخر يقولوا لريال مدريد الدوري اهو على طبق من ذهب.
يا جماعه من اول يوم قلت فيه ان رونالد كومان مدرب مرحله انتقاليه، كومان مش هيودينا لاي حته تانية. لو انت فاهم ان كومان هيودينا لمنصه تتويج وكومان مدير فني مظلوم، فالمشكله من كومان ومن اللعيبه، المشكله مش اللعيبه فقط، المشكله لعيبه ومدير فني سيء فشل ان هو يحضرهم نفسيا لواحده من اهم ماتشات الموسم اللي لم تكن المباراه الاهم في الموسم. يعني كومان كل الماتشات الكبيره فشل فيها، فشل قدام الريال ذهاب وعوده، فشل قدام اتلتيكو ذهاب وعوده، ما عرفش يكسب اتلتيكو مدريد السنه دي ولا مره، فشل كمان قدام باريس سان جيرمان. وفي الاخر بيقول لك ان كومان عمل موسم كويس، وكومان لو في شويه ظروف مساعده، اللي هو يا جماعه كل الظروف ساعدت كومان بس هو اللي فشل ان هو يساعد نفسه. فانتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعتبرها كل حاجه بتحصل في موسم برشلونه ده بتعجبك فجت على الفيديو ده، ولا مش عاجبك يلا.